في قضية القتل بالخطأ المحكمة تصدم فاطمة المؤمن من جديد. مشهد يجمع بين سلوى زرهان وعبد الإله عاجل يثير غضب المغاربة. هدى الريحاني تعبر عن فرحتها بالعمل رفقة محمد خوي. نادية العروسي تقصف مراد العشابي بسبب الكاميرا الخفية. مسلسل درنسا يتربع على عرش التوندونس المغربية. السلام الله عليكم أيها الطيبون والطيبات، مرحبا بكم مرة أخرى في قناتكم كوكب الفن. كنعتذر على الصوت ديالي لأن الصوت مبيبح، كنتمنى تصبروا معنا في هذه الحلقة ومرحبا بالجميع. ولكن قبل ذلك دائما كنبداو الحلقة ديالنا بالصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أيدت محكمة الاستئناف الكويتية مساء أمس الحكم الصادر في حق المؤثرة فاطمة المؤمن القاضي بحبسها لمدة 3 سنوات نافذة بعد ثبوت تهمة القتل الخطأ في حقها نتج عنه وفاة شخصين وإصابة آخرين. وأفادت منابر إعلامية كويتية بأن دفاع المؤمن طالب في أكثر من مرة بطلب إخلاء سبيلها، غير أن محكمة الجنحاء المستأنفة رفضت ذلك وأجلت المحاكمة إلى جلسة اليوم لتصدر قرارا بتأييد الحبس ل3 سنوات. كانت محكمة الجنحاء الكويتية قضت في 25 من أكتوبر 2023 بحبس فاطمة المؤمن 3 سنوات مع سحب رخصة القيادة منها لسنة في قضية القتل الخطأ وتجاوز الإشارة الحمراء والقيادة فوق المعدل في حادث مروري تضيف المنابر. يذكر أن الحادث كان قد وقع فجر يومه الخميس 24 من أغسطس 2023 على تقاطع شارع الصور مع طريق الملك فهد بن عبد العزيز في الكويت، ونتج عنه وفاة شخصين وإصابة شخصين آخرين. أعرب عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عن غضبهم الشديد من مشهد وصف بالمخل عرض خلال الحلقة الثانية من مسلسل بنات الحديد، وظهرت الممثلة الشابة سلوى زرهان في المشهد وهي ترقص على أنغام موسيقى شعبية في سارة خاصة جمعت بالممثل القدير عبد الإله عاجل الذي تجمع به علاقة غير شرعية في العمل من خلال أحداث المسلسل الرمضاني. وما زاد من حدة الانتقادات الموجهة للمشهد المذكور هو استعانة الممثلة زرهان بحبة من منشط جنسية بغية الإنجاب من خليلها ووضعه أمام الأمر الواقع لتكون لها حصة من التركة كونه فاحش الثراء. بعد التصريحات الأخيرة التي أدلت لقاء عبد الله الدودي وعز الدين أوناحي حديث مواقع التواصل الاجتماعي، فاجأ نجم الأغنية الشعبية عبد الله الدودي محبيه ومتابعيه بصورة جمعته بنجم المنتخب المغربي عز الدين أوناحي، أشعلت منصات التواصل الاجتماعي. وفور مشاركة الدودي للصورة مع متابعي حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي بالإنستغرام أعرب عدد من النشطاء عن إعجابهم بها. وعلق الدودي على الصورة قائلا: أوناحي المايسترو أحبك. وفي سياق آخر، فوجع الفنان الشعبي عبد الله الدودي قبل أشهر بوفاة والده بعد صراع مع المرض عبر منشور شاركه مع متابعيه على حسابه الشخصي بالإنستغرام. ونشر الدودي صورة له رفقة والده من داخل المستشفى وعلق عليها ب: والدي في ذمة الله، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، صدق الله العظيم. الله يرحمك الحاج ويسكنك فسيح جناتها. وتلقى الفنان الدودي بعد نشره خبر وفاة والده مئات التعاليق عبارة عن تعزيات من قبل متابعيه وزملائه في الوسط الفني. عبرت الفنانة المغربية هدى الريحاني عن سعادتها بالعمل رفقة الفنان المغربي محمد خوي في مسلسل بين القصور للمخرج هشام الجباري. ونشرت الفنانة صورة لها رفقة خوي في مشهد جمعهما في المسلسل أرفقت بتدوينة جاء فيها: شرف وفرحة الوقوف أمام ممثل عظيم وصديق غالي من مسلسل بين القصور. للإشارة، فإن بين القصور يعرض يوميا على قناة MBC 5 ويجمع ثلة من النجوم المغاربة إلى جانب خوي والريحاني، من بين السعودية الأديب عزيز حطاب، سعد موفق، فرح الفاسي وآخرون.
عبرت الفنانة المغربية نادية العروسي عن رأيها في برنامج الكاميرا الخفية فاصل ونواصل الذي يقدمه المناشط المغربي مراد العشابي، وذلك من خلال تدوينة نشرتها على خاصية أسطوري بحسابها الشخصي على الإنستغرام. وأكدت الفنانة أن البرنامج هو نفسه لم يتغير سوى القناع، موضحة أن نجاح الكاميرا الخفية مبني على العفوية والتلقائية والأفكار الجديدة بعيدا عن النمطية. وكتبت العروسي: برنامج العشابي الكاميرا اللي ماشي كاشي، نفس الفكرة نفس الصوت نفس كل شيء، غير القناع اللي تبدل رغم ذلك بين العمى في الظلمة. نصيحة: الصراحة الكاميرا كاشي باش تكون ناجحة بكل المعايير خاص تكون العفوية والتلقائية والضيف ما يكونش معلوم وما تكررش نفس الفكرة كل سنة. النمطية هي سبب فشل بزاف ديال الحوايج، فشل ذريع حسب رأيي. وفي سياق آخر، أصدرت نادية العروسي قبل أسبوعين أحدث أعمالها الغنائية، وذلك عبر قناتها الخاصة على موقع رفع الفيديوهات العالمي يوتيوب. واختارت العروسي أن تطل على جمهورها من خلال كوفر غنائي تراثي بعنوان رقاديات نادية العروسي، والذي اختارت أن تهدي لجمهورها من الجهة الشرقية ولجميع محبي فن الرقادة. استطاع المسلسل الدرامي دارنسا الذي يعرض على القناة الأولى التربع على عرش الطندونسا المغربية، واحتلت الحلقة الأولى من المسلسل المرتبة الأولى، حيث حققت أكثر من 1,000,000 مشاهدة في أقل من يوم واحد، فيما حظيت الحلقة الثانية أكثر من 600,000 مشاهدة. يشار إلى أن مسلسل دارنسا هو من كتابة سامي أقريو ونور السقلي وإخراج سامي أقريو، ويشارك في بطولة المسلسل عدد من الفنانين المغاربة من ضمنهم ابتسام العروسي، دريس الروخ، سعد موفق، نور السقلي، ياسين أحجام، أمين الناجي، مريم الزعيمي، مهدي فولان، عبد السلام بوحسيني، نادية العالمي، فاطمة الزهراء قنبوع، هند السعديدي وآخرون. بهذا الخبر القصير أقول لكم شكرا على حسن انتباهكم، وإلى فيديو لاحق بإذن الله. إلى اللقاء.